الساس تسكت كان مطيرش صاير لي وزير. مو نعرفك ونعرف تاريخك ونعرف اهلك وانت شنو كنت قدامنا داخل اللي جوا ابط الشيخ والسيد وتريد تصير رب علينا عن على ابو هيك عيشه. وبالمناسبه العقبه الكؤود التي ستطيح بالمنتظم السياسي ان لم نقل العمليه السياسيه هي هاي الموازنه. ما بعد الموازنه ربما تكون هناك يكون هناك تشرين اثنين. وتشرين اثنين لن يكون مثل تشرين الاول لانه تشرين الاول كان مجس. هذا في الداخل، خليني اسالك على الخارج. تشرين اثنين أي. وهاي النقمه الجماهيريه أي. اذا تحركت ومع تصريح السفيره الامريكيه من يتصور ان السفيره الامريكيه شخصيه عابره وواهم لديها مهام سفيره فوق ولديها رؤيه ولديها توجه. السفيره الامريكيه ايش قالت؟ قالت التغيير سيأتي من العراقيين، يعني احنا ما راح نجيب جيش مثل ما قيل من البعض جيش وندخل نغير، لا، الشعب مصدر السلطات في النظام الديمقراطية، إذا تحرك الشعب كما تحرك في فترة تشرين ستدعم الإرادة الدولية، وأنا ذاك نترقب كيف سيكون شكل وطبيعة الدعم الدولي في فترة تحرك الشارع، الشارع راح يتحرك، تعرف ليش؟ الضرائب أستاذ نجم راح تكسر ظهر العراقيين، شوف سائق التاكسي وخلينا نتحدث عن دول اللي صدعوا روسنا بالايديولوجيات الاسلاميه. الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول: الكاد على عياله، تسمعني؟ اسمعك استاذ. استاذ نجيب؟ اسمعك دكتور. لا. الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. خلينا ناخذ رفع سعر الوقود واثره على سائق التاكسي. انت محاصره بطرق رديئه. اطلع لي ساعتين يرتفع عند الضغط والسكر واحنا بعد الفتلس مالت الطياري يعني لياقتنا البدنيه جيده، هذا اللي كبير بالسن وعنده عائله وعنده هموم على اكتافه ويشتغل تاكسي شلون بده يدبرها بالشوارع؟ مضايقه بالطريق ومضايقه بقطع الغيار وبارتفاع سعر الدولار وانه بتيجي ترفع عليه قيمه غرامات مروريه شلون راح يدبر عيشته؟ وغرامات أسهل مرور عمي هم مساكين هم واقفين تدق بيهم الشمس وهم حالهم حالنا. ما أريد أظلم عراقي، أريد النخبة، هاي النخبة الحاكمة لابد أن نوجه سهامنا إليها فقط. زين من أنت تيجي ترفع معناها أنت ايش سويت؟ رفعت منسوب النقمة الجماهيرية على السريع لازم أكتب دكتور أحمد منسوب النقمة الجماهيرية على كارت الاتصال أجهزة الاتصالات راح ترفع تصير ضرائب وبقيه القضايا والمحروقات هاي طبعا راح تسبب نقمه جماهيريه، الناس ما راح تسكت. انا اشكرك. على اي اساس تسكت؟ كان مطيرش صاير لي وزير. مو نعرفك ونعرف تاريخك ونعرف اهلك وانت شنو كنت قدامنا. داخل اللي جوا ابط الشيخ والسيد وتريد تصير رب علينا عن على ابو هيك عيشه. هذا المطيرش صار وزير كان جيرانكم؟ يعني؟ هذا المطيرش صار وزير. والله كان جيرانكم؟ اي بالمناسبه انا يعرفون بي يعني دائما سكني وعلاقاتي ويا الاحياء الشعبيه أي. فاعرف منو كان مطيرتي واعرف منو كان همجي وسوقي وتزدريه المجتمعات اجى دخل راح للدوله طفر ومن الدوله رجع وسوق نفسه وصاروا بس صاروا لا يتصورون صاروا يبقون في نظرنا نزدريهم ونزدري الايد القذره اللي سلطت علينا شذاذ الآفاق وسلطتهم على أشرف وأنبل شعب وبلد. هذا مو بلد عابر دكتور هذا بلد الأنبياء والأولياء إلى حوبه.